حينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم، معا نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا قضايا كندية. اليوم بدي أرحب بزميلي الدكتور هشام والدكتور نور، أهلا وسهلا فيكما. أسعد الله ومساءكم. دكتور هشام محضر لنا شغلات أنت اليوم، الأخبار السريعة، فنبدأ بيها عشان بعدين ننتقل لعنوان حلقتنا إن شاء الله. عندنا اليوم، إحنا اليوم عندنا أخبار كلها تقريبا كلها من كندا، خلينا نبلش فيهم بأول على السريع. أول خبر، استقالة المدير التنفيذي لصندوق التقاعد الكندي اللي هو مارك مشين بسبب سفره للإمارات لتلقي لقاح الكورونا. طبعا لا تعليق هنا. استقالة برضو رئيس الدفاع الإخباري اللي هو الانتليجنس أو الميليتري انتليجنس الأدميرال آرت ماكدونالد بتهمة سوء السلوك بعد طبعا أسابيع، أعتقد التحقيقات بلشت ب 14 يناير، بعد أسابيع منها اللي هي تحقيقات الشرطة العسكرية ضده. استقال أعتقد أول امبارح. طبعا التحقيق، طبعا الاتهامات تلمس تعامل سوء التعامل الجنسي، سوء التعامل الشخصي، غيره وغيراته، فهو قرر يستقيل، بس التحقيقات لسه شغالة. وزارة الصحة الكندية أنها توافق رسميا على لقاح اللي هو الأسترازينيكا، ثالث لقاح بتوافق عليه بعد الفايزر والموديرنا. وإحنا عرفنا أنه الFDA الأمريكية وافقت على جونسون أن جونسون، فلذلك في كتير توقعات أنه ممكن كندا توافق عليه قريبا. تصويت، كمان عندنا خبر تصويت المحافظين أو حزب المحافظين لجانب كتلة كيبك لدعم مشروع اللغة اللي هو بسموه اللغة الفرنسية، جعلها لغة إلزامية للمهاجرين. يعني المهاجر ما بيقدر يجي على الكيبك، أو إذا موجود أوريدي ومقدم على جنسية ما بيقدر ياخذ جنسية حتى يثبت إجادته الكاملة للغة الفرنسية. المشروع سقط بسبب معارضة الحزب الليبرالي والحزب الوطني وحزب الخضر. آخر خبر عنا على السريع، في مخاوف من البنك المركزي وتحذيرات actually من ارتفاع الأسعار العقارات الشديد اللي حصل خصوصا في وقت فترة الكوفيد أو الكورونا، انه هم عم بيقولوا انه حيتسبب في شيء بسموه السوق المحموم او الاوفر هيتد ماركت بسوق العقارات. ف مش عارف اذا الدكتور نور او الدكتور جمال عندكم تعليق على اي احد من هذه الاخبار. يسعد مساكم دكتور جمال، دكتور هشام، جميع المستمعين والمشاهدين. يعني الأخبار هذه ما كانت غريبة، يعني معظم الpublic officials، وكنا شفنا وزير المالية في أونتاريو استدعي من خلال رحلته لأنه ذهب بوقت أنه تعليمات الحكومية عدم السفر، فما بالك إذا كان هذا السفر لتلقي، يعني لتخطي حدود لأخذ جرعة من اللقاح، وفي وقت أن الكنديين هن يعني بأمس الحاجة لهذه اللقاحات. فتعوني يعني ذنبه بذنبين، أولا سافر خارج البلاد، وثانيا لتلقي اللقاح. هذا بالنسبة لرئيس صندوق التقاعد الكندي. بالنسبة لأرت ماكدونالد، يعني احنا في انتظار التحقيقات، ولكن لا يوجد دخان من دون نار في الكثير من الأحيان، وهنالك يعني بيقولوا زيرو توليرنس سيستم على هذه المواضيع. يعني هذه مواضيع حساسة ومهم جدا انه يعني أي مسؤول public officer
انه يتبع التعليمات وانه يكون اللي يعملوا بالسر واللي بيعملوا بالعلن. في امور كثيره يعني اضطرأت الى دكتور هشام، ما بعرف دكتور جمال اذا عنده اي تعليق. انا تعليقي برضو على نفس الشيء، انه يعني مسؤول بهذا المركز يسافر الى دوله اخرى لأوفر جامب للكيو وحاول انه ياخذ اللقاح قبل غيره، يعني صراحه هذه مش فضيحه فقط، هي عباره عن جريمه اعتقد، لانه بمنصبه لا يجوز انه يقوم بشيء مثل هذا. احنا عرفنا انه في بعض الاشخاص الكنديين اللي راحوا على فلوريدا واخذوا هذا اللقاح، ولكن هذول ليس لديهم مناصب، يعني ممكن تتفاهم، خاصه كبار السن بده ياخذ اللقاح باسرع وقت، والشخص مسؤول يضع قوانين ويساعد في تشريعات، اتوقع انه لازم يكون اكثر مسؤوليه في هذا الامر. احنا عملنا حلقه كامله عن موضوع الاستقالات، انا بحكي طبعا للناس اللي حابين يشوفوا الموضوع، برضو عملنا حلقه كامله عن موضوع الفضايح اللي سافروا واللي طلعوا بسبب الهاي، يعني ما كانوش طلعوا بسبب اللقاح طبعا، بس موضوع السفر وموضوع مخالفه السياسي للتعليمات اللي هو قاعد يعني زي ما بقولوا بحاول يمشيها علينا، وبيقولوا لنا يلا واعملوا بصيرش تطلع ومش عارف ايش، بعدين هو بيطلع، هذه طبعا غير اخلاقي، وتكلمنا عنها في موضوع في حلقه كامله، اللي بحب يرجع يكمل، لانه هذه الاستقالات استقاله واضحه انها متابعه للاستقالات اللي صارت قبل لافراد سياسيين ما اتبعوا رغم وكانوا معنهم هن اللي بيقولوا لنا اقعدوا خليكم بالبيت واقعدوا مش عارف ايش، وهم اللي طلعوا لاسباب حتى اقل من هيك، لاجازات وشمت هواء ومش عارف شو يعني. فانا يعني بحث المشاهدين للبرنامج انه يرجعوا للحلقه هذيك، لانه في كتير ديتيلز حول هذا الموضوع يعني غير هذا الخبر. مواضيع مهمه كمان دكتور هشام اثرت موضوع اللقاح، واليوم انه الموافقه على استرازينيكا اللقاح الانجليزي، والكثير من الدول يعني كانت تعبت من انه البيج فارما اللي بس كانوا فايزر هي مسيطره على السوق، وبعدين توقعوا مودرنا، اليوم في جونسون اند جونسون بامريكا واسترازينيكا البريطانية، وبالطبع في هنالك اللقاح الروسي واللقاح الصيني اثبتا يعني انه هن يعني على كواليتي عاليه جدا 95% 90%. يعني علينا أن نخرج من خارج، يعني نخرج خارج دائرة التسييس اللقاح اللي كانت تتبعه World Health Organization في بعض الأماكن، بالأخص بالنسبة للدول الفقيرة، يعني أنه هناك دول بيعطوها اللقاح مجاناً والWHO عم تدفع حقه، أو مؤسسات دولية من تابعة للأمم المتحدة، وبذلك بيلزموهم انه هذا اللقاح يكون فايزر او مودرنا او غيره. اليوم انه عم تكبر هذه اللائحه، وراح يصير في شحنات اكثر لهذه الدول. كنا شفنا انه غانا حصلت على 600,000 جرعه، وامبارح السنغال حصلت على 504,000 جرعات، ونتمنى انه يعني الدول العالم الفقيره والمتوسطه انها تقدر تحصل على هذا اللقاح. عوده بس قبل ما نطلع عشان أسريع، مش الدول بس الفقيرة اللي نترحلها، لأنه الإمارات دولة مش فقيرة، دولة غنية جدا، مع ذلك اللقاح المعتمد فيها، أول لقاح أتليست معتمد فيها كان اللقاح الصيني، فيعني مش هني عم بيدفعوا حقه. أنا عم بقول إنه على الشيء اللي بتدفع حقه الأمم المتحدة يسيس عبر إنه بدك موافقة الـ FDA. طيب الـ الروس ما بيقدموا على الـ FDA، والصينيين ما بيقدموا على الـ FDA، اللي هي لا، والإمارات الإمارات اشتركت مع الصين في، كانوا شريك في البحوث. أنا اللي حبيت أحكي مش بس عشان دفعوا حقه، يعني هم كانوا شرك، يعني لأول مرة. وإحنا بنعرف دول الخليج متحالفة جدا يعني مع الأمريكان، بس لأول مرة لاحظنا صار في تعدد، يعني دول الخليج زي الإمارات تتعاون مع الصين يمكن لأول مرة في التاريخ، فعم نشوف إنه الساحة السياسية برضو لما صارت الحاجة الطبية فوق الحاجة السياسية، في بعض الدول بلشت يعني تطلع من تكسر هذا الحاجز التحكم السياسي وتطلع لتشوف خيارات أخرى. يعني صحيح. عودي إلى كندا، موضوع مهم جدا بموضوع التصويت على اللغة الفرنسية،
والمشروع اللي كان طرحوه لبلوك كيبيكوا. إيرين أوتول بحاول أنه يلعب سياسي أيضاً ويفوت على اليمين المتطرف الفرنسي في لأنه الكونزيرفاتيفز أنه هذا اللي هو الباستيون طبعاً، هذا هو المركز طبعاً في مينلي بكيبك سيتي وببعض الأماكن هناك، لحتى يقدروا يوصلوا لأكثر عدد من الأصوات في كيبك، علماً أنه إيرين أوتول يعني وضعه حرج جداً في كل البلد في كندا، فتحالف مع البلوك كيبكوا، تحالفه لم يكن موفق لأنه الحزب الليبرالي وحزب الـ NDP واللي النائب الوحيد للـ NDP في كيبك هو ألكسندر بوليريس اللي هو نائب رئيس الحزب ونائب زعيم الحزب، هو أيضا الكريتيك أو وزير الظل بالنسبة للهيريتج يعني والأوفيشال لانجويجز، وكان من أكثر المنادين باللغة الفرنسية، وعندك كمان في كيبك أهم وزيرين بيتبعوا هذا الموضوعين جيلبو ستيفان جيلبو وزير التراث هو الهيريتج مينستر، ميلاني جولي اللي هي وزيرة الأوفيشال لانجويجز، وكانوا يعني من أكثر الداعمين لموضوع اللغة الفرنسية في كيبك. لكن إنك تطرح الموضوع بطريقة انقسامية في البلد وإنك تكون عنصري أيضا بالنسبة للإميجرانت، يعني أنت بدك تساعد الإميجرانت ما بدك توضع لهم حواجز في الدخول بالسيستم، فلم يكونوا موفقين بطرحهم بهذه الطريقة. يعني بذكروني بمكسيم برنيه، طروحات مكسيم برنيه بالنسبة للمالتي كولتشراليزم إنه بده يلغيها لأنه لسواسية الكنديين. أنت هنالك مشاكل عليك أن تحلها، مش إنك تطرحها من منظار ظاهره جيد لكن باطنه نعم. مليء بالخبث. طيب شكرا للأخبار. يعني موضوع مهم كمان لازم نحكي فيه على المستوى الاقتصادي، أنا الدومين تبعي بهذا المجال أكثر يعني. احنا ممكن على فكرة أنا بقترح كمان ممكن نحكي الموضوع، لأنه أنا عندي قصص حتى من ناس قدموا على واحدة منهم حتى فرنسية قدمت على الجنسية وهي موجودة ورفضوا لها بسبب سخيف جدا يعني. فأعتقد أنه هذا ممكن يكون موضوع لحلقة لوحده بالنسبة له. وأنا مش فاهم لغاية هلا استقلالية الكيبك عن بقية كندا في موضوع الفرنسي، لأنه كل المقاطعات يعني مبرر وموجود و أنا فاهم بس بعرف، بس أنا يعني لساتني مش مقتنع مزبوط، مع أنه موجود هذا القانون، بس المفروض يعني أعتقد أنه ممكن موضوع نحكي عنه ونفهم الناس أكثر، لأنه في كتير ناس مش فاهمة ليش مش معنى الكيبك والهجرة مسؤولة فيدرالية مش مسؤولة مقاطعات يعني. عندها مؤسسة خاصة للهجرة ويعني بده بحث بطريقة عشان هيك بقول ممكن نحكي عن كل موضوع الهجرة واللغة الفرنسية للكيبك لوحدة، أعتقد ممكن نفرده في حلقة لأنه في كتير question marks والناس مش فاهمة. أنا نفسي ما كنتش فاهم لغاية هلا، مش فاهم كتير أشياء منه، بس ما كنتش فاهم ولا إشي في موضوع لغاية ما إجيت لكندا وصرت أعرف ورحت على الكيبك كذا مرة إلي ناس هناك يعني. بس أعتقد كتير من الناس خصوصا مش اللي عايشين في الكيبك ما فاهمين الموضوع، أعتقد أنه جدير دكتور جمال نعمل له حلقة مستقلة إن شاء الله. الموضوع المهم اللي بدي أحكي فيه هو الموضوع الاقتصادي، البحث اللي يعني التحذير اللي بيجي من البنك المركزي بالنسبة للهيتينج ريل ستيت ماركت أو يعني أسعار العقارات في كندا. يعني هذا الموضوع كان مشكلة كبيرة في فانكوفر ومن ثم في تورنتو، وحاولت عالجته البلدية هنالك عبر قوانين، لأنه كان في كثير تبييض أموال وغسل الأموال أحيان شيء يحصل في العقارات، أنك أنت بتجيب مليون دولار بشنطة بتروح تشتري فيهم بيت، بتبيع البيت ثاني يوم خلاص صارت مصاري رسمية، منين جبت بيسألك البنك منين جبت المصاري ولا بعت البيت اللي عندي. فهذا هو موضوع يعني كثير مهم. الجزء الثاني المهم في نوع العقارات تطلع بأماكن ثانية، موضوع هو العرض والطلب.
فهذه أمور مهمة جدا أنه تتابع في على عدة مستويات. يب. موضوع المنازل هذا موضوع خطير صار، وخاصة في كثير من المدن منها مدينة أوتوا تقريبا ارتفعت الأسعار بشكل يعني كبير بسبب الكوفيد. موضوع العرض والطلب مهم جدا، يعني عندك البنائين البيلدرز كانوا يبنوا عدد معين من البيوت، اليوم بسبب الكوفيد توقف الحركي وما إلى ذلك، هني عم يشتغلوا على 30% capacity. يعني عندك الطلب زاد أكثر من العرض بحدود 70%، وهذا من شأنه أنه يرفع الأسعار. وبما أنه البيوت لا تصنع overnight، يعني تأخذ وقت حتى بعد ما يفتح موضوع الكوفيد، لأن الطار بيقول لك أنه ممكن يصير كراش بالريسيت، صعب جدا بتخف صعود الأسعار، لكن مش ممكن يصير في كراش بالأخص بمدينة مثل مدينة أوتاوا وغاتينو ريجون، لأنه نحن أول شيء عصب الامبلويمنت عندنا مهم جدا، 22% من الامبلويمنت هي بالجوفرمنت، وبحدود 16% هي على السيرفيس اللي بتدعم الجوفرمنت، وعندنا هاي تك سكتر كتير كبير بأوتاوا، وهذا يعني ارتفع كتير، كل شيء عم بروح أونلاين وتكنولوجيا، فكمان الامبلويمنت بالهاي تك سكتر في منطقة أوتاوا زاد يعني بقوة، راح يكون في طلب أكثر في منطقتنا. قد يعني تتأثر مناطق مثل مناطق الزيت في ألبرتا، كالجاري وأدمنتون ممكن تنزل الأسعار فيها شوي، أما في مناطق أوتاوا بالأوتاوا ريجن فصعب جدا. نعم، شكرا. الآن حننتقل لموضوع الحلقة اليوم، الحلقة الثالثة اللي نتكلم فيها عن السكان الأصليين. في الحلقة الأولى تكلمنا عن أقسامهم والأرقام والستاتستيك الإحصائيات، وحاولنا نعطي لمحة سريعة. الحلقة الثانية دخلنا أكثر في القوانين اللي بتحدد العلاقة بين الحكومة والسكان الأصليين اللي بسموها الإنديان أكتس، والمعاهدات اللي صارت وتاريخها، وكيف ورثتها كندا عن التاج البريطاني واستمرت فيها للأسف. اليوم سنتكلم شوي أكثر حسب طلبكم عن موضوع السكان الأصليين نفسهم، ندخل شوي في من هم السكان الأصليين، عاداتهم، تقاليدهم، لغاتهم، دينهم، نفهم أكثر شوي عنهم. إن شاء الله في الحلقات القادمة حنتكلم أكثر عن المشاكل اللي واجهت السكان الأصليين، وأهمها المشاكل يمكن residential school. فأنا في السؤال الأول اللي حبدأ فيه للدكتور نور، وإذا بحب الدكتور هشام يتكلم برضو عن موضوع الدين. هذا السؤال كنا بسألوه، شو دين السكان الأصليين؟ ما هو الدين الذي ينتهجه السكان الأصليين؟ ويمكن السؤال كمان يمكن يتفرع منه علاقتهم بالطبيعة، كتير إحنا بنسمع علاقتهم بموضوع الطبيعة. تفضل دكتور نور. يعني معظم السكان الأصليين في كندا وباقي دول العالم، يعني إن كانوا في أمريكا الجنوبية أو في الولايات المتحدة أو في أستراليا ونيوزيلندا، في غالبيتهم كانت علاقتهم دائما مع الطبيعة، وهن أكثر spiritual مما أنه ما بيلتزموا أحد الأديان الموجودة أو المعروفة أكثر في العالم. يعني أنا نعرف الديانات السماوية مثل الإسلام والمسيحية واليهودية، وعندك الديانات الثانية الكبيرة جدا مثل الهندوس مثلا، أو أديان ثانية معتمدة بالصين مثلا، حتى العبادة سبيريتشوال في بعضها، لكن في قواسم مشتركة كثيرة مع الديانات السماوية. بالنسبة للسكان الأصليين في معظم هذه الدول هم أكثر روحانيين مما أنهم متدينين في العام. في كندا يعني احنا نتطرق في حلقة قادمة عن الريزيدنشال سكولز، ولكن معظم الريزيدنشال سكولز كانت يعني تلزيمها وإدارتها هي تابعة للكنائس،
والكثير من السكان الأصليين الذين ألزموا بموضوع الذهاب إلى الريزيدنشال سكولز كان اعتنقوا المسيحية، فهم يمارسونها في كشعيرة كنائسية مثل باقي المسيحيين. أما الغالبية العظمى فهي ما تزال في إطار الروحانية وجزء من الثقافة والتقاليد اللي عندهم، إنه كل شيء روحاني ومتعلق في الطبيعة التي يعيشون فيها. نعم. هل في علاقة وطيدة مع ما حولنا؟ مثلا الماء له شيء، الشجر، الشمس، القمر، كلها هاي تعتبر جزء من هذه الطبيعة، كل هذه الأمور. نعم. يعني ولذلك الآن نحن عندما نتكلم عن السكان الأصليين بمشاكلهم مع الدولة الكندية مثلا، لما بيوقفوا بموضوع ضد البايبلاين أو أنبوب أنابيب النفط، بيقولوا لك إنه هذه ممكن تقتل أمور في الطبيعة نحن لنا علاقة وطيدة فيها، إن كانت من تلوث المياه وتلوث الهواء أو الأسماك التي تعيش، حتى يعني بما إنهم بيأكلوا من الصيد في أغلبهم، الصيد لهم عنده حرماته ومواسمه وطقوسه، ما في اصطاد كل شيء وفي كل المواسم وفي كل الأمور، وهم بيحاولوا دائما انه الطبيعه تتجدد دائما وان يكونوا اصدقاء للطبيعه في جميع مناحي حياتهم، وهذا جزء من تقاليدهم الروحانيه اللي هم بيعتبروها وبيناجوا الطبيعه فيها. انا بس حبيت اذكر شيء واحد، انه حتى اسم امريكا الشماليه بالنسبه لهم هم بسموها ذا تورتل ايلاند او تورتل، ايش هي بالعربيه؟ سلحفاة. يا انه بيعتبروها هذه السلحفاة، فهم حتى الحيوانات لها طابع خاص لديهم في علاقتهم. دكتور هشام تحب تضيف شغله على الموضوع؟ لا، هو زي ما حكى الدكتور نور، انا اللي عرفته من اللي تعرفت عليهم يعني من غير المسيحي اللي انضموا للمسيحيه او لديانات ثانيه، في ناس انضموا منهم لديانات اخرى غير هاي، بس انهم لما بقدسوا الطبيعه بحد ذاتها، يعني مش ما عندهم زي ما بيقولوا مونوليثيزم، يعني ما عندهم عباده الاله الواحد او حتى الملتيثيزم اللي هي عباده الالهه، ما عندهم اله، عندهم تقديس لك. واحده من الإيفنتس اللي حضرتها لهم، كتير منهم بس واحدة بالذات علمت في راسي، لأنه أول ما إجت اللي بتقدم وهي كانت من السكان الأصليين، قالت بحب أشكر السماء على المطر اللي بتنزل لنا إياها والمي اللي بنعيش منها، بحب أشكر الشجر على الأكسجين اللي بتحوله. يعني هم عندهم كل شيء، وعندهم على فكرة شغلة تانية من اللي حكاها الدكتور بالنسبة برضو للبايبلاين، عندهم تقديس للأرض نفسها، يعني انك انت تجي تحفر في الارض وتشوهها وتحط فيها هذه شغله عندهم مش مقبوله، هاي ارض يعني بالنسبه لهم مقدسه. حتى من الاشياء اللي صارت معي انه برا بمزح مع واحده منهم، بقولها ليش مخلين انتوا اصحاب الارض، ليش بتخلوا الناس يتحكموا تانيين مين يجي ومين ما يجيش؟ طلعت في يعني بنظره غريبه، حسيت انها كانت اوفندد، قلت لي شو بتحكي انت، احنا مش احنا اللي بنحدد مين اللي بيجي على هاي الارض ومين اللي ما بيجيش، الارض هي اللي بتحدد مين اللي بيجي عليها ومين اللي ما بقعدش. الارض هي يعني هنا بالنسبه لهم نحن مملوكين للارض، ونحن زي ما بنحكي احنا نحن عندنا برضه في دياناتنا انه احنا طلعنا من الارض جينا منها ولا لها بنرجع، فان عندهم إشي شبيه. وحتى القمر، مره شفت عمل فني للقمر وقلت لها احنا العرب مثلا عندنا القمر له يعني معينة من يعني له أهمية معينة، هي بتقول لي نحن برضه من عندنا إلا تقديس خاص للقمر، خصوصا إنه بضوي بالليل، ويعني كل هاي الشغلات اللي زي ما حكى الدكتور نور برضه، هاي كلها جزء من مش دين، خلينا نسميه معتقد، هم المعتقد الروحاني تبعهم اللي بيخليهم يرجعوا يصلوا أو بما أو بمعنى آخر يتعبدوا لهاي الأشياء من دون ما يكون في ألوهية معينة لأي شيء، يعني ما في ألوهية. واضح.
الحلقة الماضية حكينا، خلينا ننتقل للشيء الآخر. الحلقة الماضية تكلمنا أنه هم ترايبز، يعني قبائل بيعيشوا بعادات وتقاليد تختلف شوي عن بعض. في سؤال إجانا المرة الماضية وحابين نجاوبه، حابين نجاوبه للجمهور، اللي هي اللغات. هل هي لغات مختلفة أم كل الاندجينس عندهم لغة واحدة والإنويت عندهم لغة؟ والمثلا خلينا نحكي شوية عن اللغات تبعتهم. تحب تفضل دكتور؟ في أكثر من 70 لغة مسجلة يعني مع بالنسبة للسكان الأصليين. هنالك الكثير من اللغات. الجزء الأكبر منهم يتكلم الكري لانجويج في كندا على الأقل. هنالك لغات أكثر اتساعا في أستراليا مثلا من كندا، بس في كندا هي الكري والكريول لانجويجز اللي الأكثر. ولأنه بالتحديد الفيرست نيشنز أو اللي هني اللي بنحكيهم من السكان الأصليين، إنه هني كل واحدة منهم تعتبر نفسها كنيشن أو كأمة لوحدها. فالغالبية اللي بيتبعوا عندك الإنويت والميتس، والكري لانجويج هي اللغة الأكثر شيوعاً في هذا البلد، بل هنالك لغات أخرى تتكلم أيضاً. نعم. دكتور هشام في عندك حاجة تضيفة؟ لا أنا السريع، بس زي ما قال الدكتور نور إنه فعلاً هم عندهم لغات متعددة. والكري إحنا عرفنا كمان قبل فترة إنه في مواطن كندي من أصل هندي، أكشلي هندي يعني من الهند مش من الأصليين، حط عريضة على الإنترنت لإضافة اللغة الكري للجوجل ترانسليت، على أساس إنها لغة كبيرة محكية، وتقديرا برضو للسكان الأصليين. أعتقد إنها فكرة جيدة. دكتور هشام بدي أسألك سؤال. يعني إحنا الآن في 2021، مرينا 2020 وبنحكي عن تعاملنا مع الانديجينس، والحكومة بتحكي، ولكن ما زال عندنا لغتين قوميتين اللي هم اللغة الفرنسية والإنجليزية. أين اللغات الانديجينس؟ أتليست الكري، يعني خلينا نحكي اللغة الأكثر. هل في توقع أنها تدخل البرلمان، أنه تصير لغة ثالثة في البرلمان على الأقل؟ يعني سؤال كثير مهم دكتور جمال. اللغات الأصلية المتبعة رسميا في البلد هي لغات الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي. كان في بادرة يعني لأول مرة، مع أنه هناك في نواب كثر مؤخرا انتخبوا إلى البرلمان، البعض منهم تكلم بالكري في البرلمان، روبرت فالكون بوليت مثلا وينيبيغ، رومي شاجناش من كيبيك، وحاليا النواب مثل ليا غازان مثلا، وكان او وزيره العدل السابقه جودي ويلسون ريبول، واللي هن لهم باع طويل في العمل على جميع مستويات بالنسبه للسكان الاصليين. الجدير بالذكر انه وزير الانديجينس بيبول الحالي مارك ميلر تعلم الكري لانجويج، هو ومع أنه هو من أصول سويدية أصلاً، تعلم على ما أظن الكري لانجويج، وتخاطب فيها مع الكثير من السكان الأصليين، وألقى خطاب في البرلمان بالكري لانجويج. كانت كبادرة حسن نية، وهل قد تكون جزء من التمثيل الذي يعني نراه في موضوع الريكونسوليشن مع، لأنه نسمع الكثير من الجعجعة ولا نرى الكثير من الطحين بالنسبة للسكان الأصليين. وتكلمنا يعني في الحلقات السابقة عن الكثير من الأمور، وأنه الإنديان أكت مع كل تعديلاته عبر السنين ما زال يعني يخفق بحق الانديجينس بيبول، وما زالوا يعيشون في حالات صعبة داخل كندا. عندما يقاس في العالم أنه كندا أفضل بلد في العالم لنعيش فيها، إذا ما نظرنا إلى السكان الأصليين First Nations، فنحن في المركز 63، يعني في نكاد نقول نكون أقرب إلى القعر.
لكن اللافت انه هنالك بعض الامور الايجابيه برايي حتى لو كانت من باب التزيف فيما بعد قد تصبح شانا عاما. مارك ميلر يعني ترفع له القبعه انه هو اول وزير للابوريجينالز او للانديجينس افيرز الذي يتكلم لكري داخل البرلمان ويخطب في هذه اللغه. انا بعرف كمان انه في توجه من منظمات حقوقيه ومن انه الغاء كل موضوع اللغات الرسميه في كندا. مثلا احنا بنعرف في امريكا ما في لغه رسميه في الدستور, في الدستور الامريكي في لغه رسميه للبلد. الانجليزي صحيح كلهم بيتعاملوا فيها, بس لا يشترط فيك انك تتكلم اللغه الانجليزيه لحتى تصير مهاجر رسمي. احنا عندنا في كندا بالعكس, لازم تحكي لغه رسميه يعني انجليزي او فرنسي حتى تيجي على البلد الا في حالات استثنائيه. يعني اما في امريكا بالعكس الحاله الاستثنائيه اللي ما بتدخلش فيها اذا كان عندك اي مشاكل, بس حتى لو ما كان عندك لغه ما يشترط فيك انك لا يشترط انك يكون تتكلم الانجليزي لتدخل امريكا. فان في توجه انه بنخلي لانه موضوع اللغه حتى هلا لما حكينا في موضوع الكيبك صار عم يخلق انا عم بحكي طبعا من وجهه نظر اللي عم بنحكى مش رايي الشخصي, هم عم بيقولوا انه صار موضوع اللغه عم بيخلق مشاكل, عم بيخلق عنصريات, وعم بيخلق نوع من الناشوناليزم في بعض الحركات. ففي توجهات لهذا الكلام هلا بتصير ما بتصيرش ما بعرف, بس انا حبيت احطها يعني اوت ان ذا وودز. يعني في هذا الاطار في الولايات المتحده الامريكيه نعرف انه اللغه الانجليزيه هي العامه. في كندا كان هذا شائع على اساس انه الاستعمار البريطاني غلب الاستعمار الفرنسي. لكن في كندا لانه الفرنسيين كان لهم باع طويل والعمل في السياسه, فادخل موضوع اللغه الفرنسيه كانه يكون لغه رسميه. وهذا لوسانا او القانون 101 اللي اشتغل عليه بيير اليو ترودو وادخلوا فيه الحكومه واصبحت اللغه الفرنسيه لغه الثانيه رسميا في الحكومه, انه كل حدا بيشتغل سيرفيسز تبع الحكومه الفدراليه على الاقل انها تكون باللغتين الفرنسيه والانجليزيه. في كندا هذه النزعات يعني اصبحت يعني تكون بخطره. يعني اذكر بالعام 2000 يمكن كنت في زياره لبيروت, كان هنالك الالعاب الفرنكوفونيه, ففوجئت انه مر وفد كندا ومن ثم وفد كيبيك ومن ثم وفد نيو برانزويك. يعني كندا كان لها ثلاث وفود الى الفرنكوفونيه, على اساس انه وهذه تطرح الامور انه كان يطرح موضوع استقلال كيبيك, وقيل انه اذا فيما لو كيبيك استقلت نيو برانزويك قد تسال بموضوع الاستقلال. يعني والبلوك كيبيكوا كان في لهم في احد الدورات نائب من نيو برانزويك, يعني هن نوابهم دائما من كيبيك, ولكن يعني ارسل رساله انه نيو برانزويك, انه معظم نيو برانزويك هي الاكاديان فرنش, الفرنسيين الاكاديين, ولكن مطروح. ففي الولايات المتحده الامريكيه هذه النزعه موجوده, فهنالك بعض الولايات اللي هي كانت تحت مستعمرات فرنسيه, وفيما لو سمحوا لهذه النزعه بان تتطور وان يكون هنالك دستوريا لغات رسميه, قد يطالب بعض الولايات بالانفصال او بانه تدرس لغاتها كلغه رسميه. لويزيانا مثلا, لويزيانا هي مستعمره فرنسيه وكولايه مستقله, الفرنسيه هي الغالبيه العظمى فيها. انا بدي اوجه رساله من هذا المنبر لجميع الزملاء والاصدقاء اللي بيسمعونا بدراسه بعض اسماء المقاطعات والمدن اللي موجوده في كندا. طبعا هي كثيره ولن نستطيع ان نذكرها, وعلى سبيل المثال وللحصر مدينه اوتوا هي كلمه اصلها من الالجونكوين معناها to trade or to buy. مدينه تورونتو هي يقال انه اصلها اريكواز, ناس بيحكوا انه اصلها من الموهاك, ولكن معناها انه trees standing in the water او الشجر الذي ينمو في الماء. كثير ميساساغا هي اسم ترايب معنا نحن تجار يعني في
أنا أهل حمص زي ما بيحكوا. بس هاي دعوة للجميع، كلمة كناتا كندا معناها هذا small village، إجت برضو من سكان الأصليين. فأنا يعني بس هيك للاطلاع على الكريوسيتي، ممكن تدخلوا على الويكيبيديا أو أي مكان تدرسوا أسماء المقاطعات، ليش إجت ساسكاتشوان، ليش إجت مانيتوبا، ليش إجت وينيبيغ، ليش هالكلمات كلها أسماء من السكان الأصليين. مش حنذكرها لأنها طويلة كثير وراح تأخذ حلقات، ولكن just for curiosity. أنا ذكرت مسيساغا وأنا عايش فيها، هي مسيساغا اسم قبيلة، مسيساغا اسمها the Mississaugas of the Credit، اللي هي منطقة الكريدت أو عند البحيرة، فهي تسمت وعلى فكرة كل القبيلة هاي ما كانت بس موجودة في مسيساغا، هي موجودة في كل منطقة الجي تي اي، لأنه حتى التريتيز اللي في مناطق كتيرة من تورونتو اللي انعملت مع اسمها التريتيز اللي انعملت مع أعتقد نسيت إيش اسمهم، المسيساغاز أوف ذا كريديت والشينابيز، أنشينابيز. Yeah. فكانت موجودة من حتى تريتيز موجودة في تورونتو مش بمدينة مسيساغا، بس مسيساغا تسمت لأنه أصل القبيلة كان من منطقة البورت كريديت اللي هي منطقة على الليك شور في مسيساغا. في سؤال سريع، هل السكان الأصليين عندهم وثيقة سفر؟ عندهم جواز سفر، بس عندهم وثيقة خاصة بالسكان الأصليين زي هوية؟ هي يعني وثيقة بمعظمها لحتى عندهم امتيازات، السكان الأصليين عندهم امتيازات في البلد بالنسبة للضرائب، بالنسبة لأشياء أخرى. بناء عليه السكان الأصليين عندهم لازم يثبتوا أنهم ينتمون إلى نيشن معينة. والصراحة أنه مؤخراً هذا الموضوع يثار جداً، أنه هنالك الكثير من الناس اللي هم مش من الأبروجينالز بيحاولوا أنهم يزوروا وثائق أو حاولوا أنهم يقولوا أنه ستي أو جدتي يعني كانت من السكان الأصليين، لحتى يقدروا يحصلوا على وثيقة قد تعفيهم من بعض الضرائب أو مثل سيلز تاكس. صحيح. احنا بس علشان اقول، في كان عندنا اول حلقه سؤال او تعليق انه في ناس بتدعي على طلبات التوظيف انهم هن سكان اصليين عشان يصير لهم الاولويه. انا اللي بحكيه برضه لازم نعرف شغله، انه حتى لو حكى على الطلب انه هو من سكان اصليين ما بيجوا بيقبلوه على طول، لازم يطلع هاي الوثيقه اللي يثبت فيها انه هو من السكان الاصليين ومن وين بالضبط، حتى يكون ينحط على، لانه هذا بنحط على السجل تبعه في سجل التوظيف، سواء في الحكومه، بالذات في الحكومه طبعا، او في القطاع الخاص. واذا ما قدر يثبت او كانت مزوره فهي جريمه تعد، ممكن يعني في عليها يا اما فاين او حتى سجن، يعني تزوير الهويه. هاي مش 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 بالامر البسيط. يعني في سؤال من بهاء بيحكي، اكثر لغه استخدام بين السكان الاصليين؟ جاوب الدكتور الكري لانجويج. يا وبيسأل، يا حبذا التوزيع الديموغرافي للسكان الاصليين في كندا، حكيناها في اول حلقه، في اول حلقه حكيناها الستاتستيك كلها، ممكن ترجع لها على كنار تي في لايف يوتيوب وان شاء الله بتقدر توصلها. مدام دخلنا في موضوع التاكس، خلينا نبدا فيه لانه الموضوع كتير بيسأل عنه. إيش المزايا؟ هل هي المزايا فقط في الريزيرف، ولا إذا طلعوا برا الريزيرف برضو ما بدفعوا سيلز تاكس؟ وهل فعلاً لهم تخفيضات كثيرة؟ أنا يعني كان في كلام إنه بروحوا على محلات الكحول بدفعوا نصف الثمن للبوتل، يعني بدل ما أنا مثلاً أنا بدي أشتريها $100 زائد تاكس، هم بدفعوا $50 بدون تاكس، هل هذا حقيقي؟ صحيح في معظمه. اولا هني كونهم لا بيتبعوا عنده قوانين خاصه ما بيتبعوا فيها للبروفنسز ولا للفيدريشن، انه هني اندبندنت نيشنز، فالسيلز تاكس والبروفينشال تاكس بيقدروا انهم ياخذوا اكزامشنز عليهم في بعض منهم. هلا في بعض البضائع اللي الحكومه بتفرض عليها تاكس اضافي، الكحول والدخان والسجائر، ف
وهذه يعني هي تاكس إضافي لأسباب معينة، مثلا بالنسبة للسجائر بيرفعوا الضريبة عليها ضريبة من شان الاستيراد والتصدير، وضريبة أخرى ليردعوا الناس من تناولها بكثرة. كذلك الأمر بالنسبة للكحول، كونها تأتي تحت عنوان ضريبي أو ضرائبي يعفى أبناء السكان الأصليين منها، مش بس السكان الأصليين، مثلا السفرات في كندا تعفى من هذا الأمر. يعني إذا أنت سفير وبتروح على LCBO وبتشتري كحول معينة مثلا، هنالك ضرائب تعفى منها دبلوماسيا أصدق ضرائب كبيرة تعفى منها كدبلوماسي. فكذلك الأمر بالنسبة للسكان الأصليين يعفون من هذه الضرائب. كون هذه الضرائب عالية جدا، يعني تكاد 50 و60% في بعض الأحيان، فبيذهب ابن السكان الأصليين وبيشتري الكحول أو السجائر مثلا بنصف السعر، وهذا كمان يعني مهرب آخر إلى يعني للفساد. يعني هنالك الكثير من السكان الكنديين بيحاولوا إنه يشتروا الأمور عبر أبناء السكان الأصليين ويدفعوا لهم كوميشن، وبما يعني هنالك الكثير من الفساد في هذا الإطار. واضح. ما أنا بس في عندي تعليق برضو صغير، إنه اللي سمعته الدكتور نوري صححني، إنه لأنه في إحنا عندنا ضريبتين دائما، ضريبة الفيدرال وضريبة البروفينشال، فالإعفاء إذا بده يكون على الضريبة الفيدرال حسب القانون تبع CRA، على لأنه CRA قانون فيدرال، الإعفاءات في كل المقاطعات مش متساوي، لأنه ضريبة المقاطعة مختلفة عن ضريبة الحكومة الفيدرالية، فهذا بيتبع، فهي بتشغلة بتتبع، يعني مش في كل مكان الإعفاء موجود بنفس النسبة أو بنفس الشيء حسب قانون المقاطعة. وثانيا مش للكل، يعني أنا اللي بعرفه في اللي صديقي ابن المتيس بقول لي المتيس مثلا ما بيمشي عليهم قانون التاكسز أو الإعفاء الضريبي، مع أنهم هم سكان أصليين، بس هم بالذات المتيس بقول له إحنا ما علينا ندفع زينا زي أي واحد تاني. فأنا حبيت أتكلم من معرفتي الشخصية. المتيس ما عندهم، لأنه كمان حتى اعتراف أنهم سكان أصليين. هم ميكست وتعدادهم انه تذكروني بموضوع اوباما انه هي واز نوت بلاك انف، فهودي بيقولوا عنه ذير نوت ابوريجينال انف يعني. لا بس هن ما عندهم الكارد اوف ستيتس صح، بس هلا كانوا بالاول بيمنعوهم او بيمنعوهم يقولوا انهم هم سكان اصليين، هلا مع الريكونسيليشن بقول لهم تقدروا تو ايدنتيفاي يور سيلف، يعني كانك فيرست نيشن او سكان اصليين، بس ما لك الستيتس تبعت اللي هي الـ شو بيسموها الانديجينس ستيتس، وما لك إعفاء من الضرائب، بس انت كيف بتعرف بنفسك. ما صار في هلا حاليا ما في اي قيود عليهم يقولوا لهم ممنوع تحكوا او ما بصيرش وكذا، بيقدر تو ايدنتيفاي بقول لك اي ام متيس وخلص. في لا هو مطلع ولا معلق بالنص حاطينه، يعني هم هيك بال شو بسموه بالليمبو هذا في البرزخ. طيب بدنا ننتقل للجزئية اللي بعدها، العادات تبعتهم والتقاليد، ارتباطهم بالموسيقى الرقص. هنا كنا بنسمع الطبول، من وين اجت هاي العادات او شو اسبابها؟ اذا عندكم اي معلومات تحكوا لنا اياها. وتشعروا الشعر طبعا، عندهم كمان بعض السكان الاصليين بيحبوا الشعر والغناء الفوكال الصوتي هذا. حتى انا مره سمعت ناس بقول لك ايش هذا الغناء، هم بغنوا من الحنجره، من الحنجره، يعني حتى غناء صعب. تفضل دكتور هشام اذا بتبدا، بدك تحب تبدا. خل اول شيء الدكتور نور. انا ما تفضل دكتور نور. صوت ما في. هو هذا الموضوع بيعيدنا لموضوع النيتشر او الطبيعه، تعلقهم بالطبيعة يعني كان دائما يخليهم يكونوا بمناجات مع الطبيعة، فصاروا يغنوا هذه الأمور. فالموسيقى اللي عندهم بغالبيتها، لأن يعني كانوا بيحاولوا يسمعوا الصدى في أغلب الأحيان،
الصدى بالنسبة لهم ضروري جدا بهذه المناجاه. وعلي كانت يعني صاروا الكلام اللي يخرج من الحنجره كله واللي يعطي صدى اكثر كان يكون له وقع داخل الموسيقى عند السكان الاصليين. يعني اكثر من ذلك كان كله مناجات للطبيعه، يعني حتى اغانيهم بتقول لك انه هي في ذلك الاطار. اذا بدهم يغنوا لشفاء مريض هي مناجات للطبيعه حتى يشفى عبر اغنيه. اذا كانوا بدهم يتعاضدوا مع بعضهم او يكونوا حول النار كمان مناجات للطبيعه، كانوا يغنوا حول النار في كثير من الفيرست نيشنز، كلها في نفس الاطار. انا طبعا الكلام اللي الدكتور حكى نور صحيح، بس انا حضيف كمان شوي عليه لانه انا في برضه شوي في المجال الفني. هي اما فعلا كل الاصوات اللي بيعملوها من مستوحاه من الطبيعه، وعشان هيك بتطلع من الحنجره بيحاكوا صوت الريح، بيحاكوا صوت الحفيف الشجر، العصافير. حتى مره لما كنا في واحده من الحفلات قالت لنا احذروا الصوت، شو طلع صوت المنشار وهو بينشر الخشب. فما بيحاكوا حوالين كل إشي بصير حواليهم، لانه هم زي ما قلنا بقدسوا الطبيعه. برضه الغنى عندهم بيتغنى بلغاتهم برضه، مش بس بالاصوات، يعني بيتغنى باللغه، بس ما فيه سلم موسيقي محدد زي ما موجود في الثقافه او في الحضاره الغربيه او في الحضاره العربيه او حتى في يعني حضارات الشرقيه القديمه اللي عند الصين مثلا واليابان والهاي. عندهم السلم اللي بنسميه، لا عندهم السلم اللي بنسميه الخماسي، خمس نغمات. حضارات الغرب اللي هي سبعه واللي هي بتنقسم لنص كمان بصيروا 12 نغمه. احنا عندنا في العالم العربي 24 نغمة. هم ما بيلتزموا بالنغمات هاي، بيطلعوا الأصوات حسب ما بسمعوها من الطبيعة، فلا يلتزمين وسبب قرع الطبول النغمات الغربية اللي وصلك هي الدوري مي فاسو لا سي بالضبط. السلم الموسيقي ما هو مقسم. السلم الموسيقي في زي ما قلت عند الخمس نغمات فقط، 24 عند العرب، الغرب 12، الغرب سبع نغمات رئيسية وسبع نصاص بصير 12، مع سبس يصير 12. العربي ضعفه لأنه عندنا المايكرو تونز بنسميهم، اللي هم نظري هم في العرب أكتر من بس نظريا عشان التسهيل صاروا 24 نغمة. هم ما عندهم هاي الأشياء، عندهم الأصوات. ممكن في بعض من موسيقاهم الحديثة صاروا يتبعوا السلالم هاي، بس بدخلوا دايما معاها الأصوات اللي هي غنى الأصوات الطبيعية اللي هو بنسمى إحنا بنسمعه كأنه صريخ أو كأنه صراخ، بس هو بالنسبة لهم هذا المحاكاة للأصوات اللي بتصير في الطبيعة، أصوات الحيوانات، أصوات العصافير، الكذا، المخلوقات الثانية. فهي هاي بالنسبة لهم مهمة. قرع الطبول والأصوات العالية بالنسبة لهم برضو مهمة. حتى الخشخيش اللي بيلبسوها في البنطلون، تعرف البنطلونات عنده فيها خشخيش وبكونوا ينطوا والخشخيش تمسي والطبول نفسها، حسب ما فهمت منهم انها محاكاه لصوت الرعد. عندهم الرعد له قوه شفائيه معينه، يعني هم بيقولوا ان الرعد بيشفي. طبعا في نظريه، حتى كنا يعني اقول شيء مهم، انه في نظريات علميه حديثه بتقول انه الرعد فعليا والبرق بيعمل ايونايزيشن في الجو، بيخلي نفسيه البني ادم ترتاح شويه. فهم ما بعرف وشو اكتشفوها او عرفوها بالهاي او ما بعرف، بس الطبول والخشخيش والأصوات القرع هاي بتمثل عندهم أصوات الرعد، صوت الرعد الكبير، صوت القوة، صوت الشفاء بالنسبة لهم. وعلى فكرة حتى أقول شغلة، أنا لما سمعت مرة من واحدة بعرفها، أنا حاولت حتى أكلمها نستخدم موسيقاها بس ما قدرتش أحصلها. إذا بأخذ ترخيصها للحلقة الجاية ممكن نستخدم شيء. الأغاني عندهم حتى في لغتهم لاحظت أحرف مش موجودة في الأحرف الغربية. حرف القاف موجود عندهم مثلا، حرف زي الضاء يعني، لا هو الديل الغربية ولا هو الضاء العربية بس بالنص، بس حرف مش موجود في اللغة الغربية، لأنه زي ما قلنا أولا هم بيحاكوا صوت الطبيعة بغض النظر إنه حرف موجود أو غير موجود. بس زي ما قلت لك، عشان هيك شفت حرف القاف عندهم حروف حرف بيشبه حرف لا في حرف بيشبه الحاء، لأنهم بيغنوا من الحنجرة لما بيعملوا صوت الريح،
بيعمل ها 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 فطلعت فيهم انه يعني انهم في كثير من كلامهم ومن اسلوبهم طريقه حتى وهم بيرقصوا بنطوا على الارض تشبه الدبكه العربيه اللي هي كانت اساسا في التاريخ بيرقصوها العرب القدماء في قبل بعد الزرع عشان يحسوا الارض يضربوا الارض يحسوها على انها الطل بعد ما يكونوا زرعوا الارض في فصل الخريف بضربوها في حفله في رقصاتهم قبل الشتاء عشان يحسوا الارض انها تتحرك وتطلع. ففي انا بحس انه كل الحضارات القديمه بغض النظر عن تباعدها عندها دائما شغلات مشتركه يعني. طيب يعني نقاط رئيسيه قالها الدكتور هشام، بس انا حتى ما غش حدا اعتراف رسمي على الهواء، انا صفر بالموسيقى. شرحه. طبعا في سؤال بيسأل يا حبذا لو تشاركوا رابط موسيقي، طبعا في روابط كتير موجوده على اليوتيوب بس عشان الكوبي رايت احنا للاسف ما قدرنا. لا سوري، هو بقول تشاركوا رابط يعني نحط اللينك. نحط له رابط وفي حنحط رابط. ما قدرتوا انكلود ات، انا ححط لينكات من المغنيه هاي اللي بعرفها، هي بنونافوت باي ذا واي، وهي مقاطع معروفه كلياتها تقريبا انديجينس لاغانيها لان هي بتعمل اغاني على زي ديجيتال. في رابرز وفي يس بيسووا شغلات. بس هي بتعمل الاصول الاصلي الاصلي الغناء الاصلي مع موسيقى اللي هي الباك جراوند ميوزك اللي هي ديجيتال، بس الغناء الاصلي تبع الانديجينس بيبول. فممكن نحط له طبعا روابط. ممتاز. بدي اسال سؤال دكتور نور. المرأة في المجتمع عند الانديجينس تختلف عن باقي المجتمعات، هي السنتر تبع العائلة، يمكن لأن الرجل كان يطلع هانتينج ويطول. احكي لنا شوي عن دور المرأة في المجتمع المجتمعات الانديجينس. يعني معظم المجتمعات السكان الأصليين هي يعني مثل أركرة ومثل ليميا، لأنه المرأة هي إلى الدور الأكبر. يعني نحن نعرف أنه كل أمي من السكان الأصليين عندها تشيف، كل نيشن عندها تشيف. النساء في المجتمع هن اللي بيعينوا للتشيف، هن اللي بيعزلوا للتشيف. هذه القوة طبعا، أنه مع أنه اختيارهم أنه الواجهة أن تكون رجل، لكن هذا الرجل دائما عنده الخلفية أنه تكون النساء هي اللي تختار، والنساء هي اللي اللي تعطيه القوة والمانديت بتاعه أو أي يعني خيارات بيقدر يأخذها هو إلى عبر المؤسسة، إن تكون جارية من هذا الزخم اللي تعطيه المرأة أو النساء اللي بيختاروه. في حال أخل ببعضها قد يعزلوه بعينه غيره. فهذه تختصر موضوع انه المرأة هي الصمام الأمان، هي السنتر بالنسبة للترايب أو للقبيلة أو للنيشن حسب ما بيسموها هني. والنساء يعني لهم دور التربية، لهم تربية الأبناء بالكل، لهم دور كبير بإعطاء يعني بتثبيت القانون داخل القبيلة، يعني اللي بيخالف يعني اللي بيسرق أو اللي بيقتل أو المعاقبة تجي من خلال المرأة أكثر من الرجل داخل الترايب أو داخل الفيرست نيشن. يعني بس إضافة صغيرة برضو من اللي سمعته من صديقة من الانديجينس، إنهم واحدة من مسؤولياتهم إنهم هم بيعتبروهم الكستوديانز أو حماة العادات والتقاليد. يعني مسؤولية المرأة هي الحفاظ على العادات الانديجينس والتقاليدها ونقلها للأولاد جيلا بعد جيل. هذه تقع على مسؤولية المرأة. إحنا عنا بالعكس، مثلا في العالم العربي لازم يعني الأم بتربي، الأب اللي بيعلم واللي هو المحافظ على التراديشن او الباترياركي عنده، بس في الانديجينس بالعكس المراه هي اللي مسؤوله عن الحفاظ على 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 العادات والتقاليد. هذا طبعا حسب ما سمعت من
من الانديجينس بيبول نفسهم. من صحيح. طبعا يعني دور المرأة كبير، وللأسف يمكن هي أكثر واحدة تم تعرضت لمشاكل حنتكلم عنها إحنا كمان في الحلقات القادمة، من خطف وسرقة وسيكشوال هراسمنت، كل هذه المواضيع حنتكلم عنها. على فكرة يعني على فكرة يعني نحكي عنها في الحلقة القادمة، بس أنا سمعت إنه مرات استهداف النساء في الـ في الـ في الانديجينس من القوانين الثانية كان لتخويفهم، لأنه المرأة عندها دور كبير، فكانوا عشان هيك بيستهدف. طبعا غير الديسكريميشن اللي إجت فيه الثقافة الغربية، رغم لما بيقال عن تحضرها إنه في ديسكريميشن أجينست الومن حتى في الغرب، بس استهدافهم كان لأنهم النساء بتلعب دور كبير، فلما تستهدف جزء كبير من المجتمع اللي عليه هاي المسؤوليات، هذا كانوا بيعتقدوا انه ممكن يكون انتيميديتنج او مخيف اكثر للانديجينس، وبيخليهم يعني يسيطروا عليهم بشكل اكبر. عرفت علي؟ يعني دكتور هشام تكلم عن شغله كثير مهمه، انه هن كانوا الكاستوديانز او بيحضنوا هذه المواضيع كلها سوا بالنسبه للعادات والتقاليد وما الى ذلك. وبكره رح نتكلم بما ان بنحكي عن ريزيدنشال سكولز عن استهدافات، بس كان احد اهم الاستهدافات المعلنه تو كيل ذا انديان ان ذا تشايلد، الضرب النفسي لهم اللي هي بتربيها المراه داخل الترايب او الفيرست او الفيرست نيشن. فضرب او استهداف النساء اللي ما حتكلم عنه ايضا بالميسنج ومن كان هو اللي ضرب العصب داخل First Nation كما أشار الفرجة. دكتور، أنت حكيت في كلامك عن موضوع الشيف أو رئيس القبيلة، خلينا نحكي شوية كيف القوانين بتصير داخل الترايبز هاي اللي لحد هلأ متبعة، وكيف تأثير السلطات المحلية؟ هل الشرطة إلها تأثير في هذه الأماكن ولا إلهم الشرطة الخاصة فيهم؟ احكينا شوي عن الموضوع، كيف القوانين تطبق؟ يعني بالنسبة للقانون الكندي في الانديان اكت اللي هو بياخد سوبرمسي أو هو المسؤول عن العلاقة مع الفيرست نيشن أو سكان الأصليين، هلا من خلاله في عدة أشياء. في أول شيء مواضيع التريتيز أو المعاهدات اللي صدقت مع السكان الأصليين، وإنه هيدا التريتيز تفرض بعض القوانين بالنسبة للأرض، إنه أنت كيف تتعامل مع الأرض ومع وما إلى ذلك، فقانون التريتيز هو اللي بيحكم في بعض الأحيان. الإنديان أكت بفصل بعض الأمور، وعمتنا قلنا أنه عبر 100 سنة صار في كثير تعديلات عليه، بيفرض بعض القوانين الكندية على السكان الأصليين. هلا هذا بالنسبة للسكان الأصليين بيخلق جدل، لأنه هن عندهم ما يسمى their own law أو قوانينهم الخاصة فيهم. بالقانون الكندي يعني الطلاب في جامعة أوتاوا أو في جامعات كندية بيدرسوا شيء اسمه الأبوريجينال لو، فبيعملوا عن الانديان أكت، وكثار منهم بيدرسوا عن القانون الداخلي عندهم اللي هو الماترياركال سيستم تبعهم أو كيف النساء. فوين المشكلة عندك بتصير؟ إنه إذا لنقول سرق أحد الناس في من القبيلة من السكان الأصليين أو من نيشن من السكان الأصليين، حسب القانون الكندي مثلاً بدي يروح على RCMP أو السيتي بوليس ياخدوه على السجن. حسب قانونهم هن كل ترايب شكل عندهم قانون مختلف بالنسبة للمعاقبة، مثلاً إنه يطردوه من النيشن وما يخلوه يجي عليها لمدة 40 يوم. هذا بالنسبة لهم عقاب. فبيصير في تضارب بين القانون الكندي والقانون اللي هو متبع داخل
وما عم بيصير في رسم ل يعني المناطق الرمادية. مشان هيك دائما بنشوف في مشاكل بين الار سي ام بي والفيرست نيشنز، انه والله صار في حاله قتل، بيجي الار سي ام بي بيقول لك انه نحن بدنا ناخذ هذا الشخص الفيرست نيشن او القبيله المعينه عنده قانون مختلف للتعامل مع القتل، فبتلاقيهم بيحاولوا يخبوه، بيحاولوا انه يعاقبوه بطريقه انه نحن ما بدنا الار سي ام بي ياخذوه او يعتقلوه او اي شيء، وهذا عم بيسبب جدليه كامله ومتكامله، ولن نخلص من هذه الجدليه حتى يعني يلغى الانديان اكت مثلا، وانه يصير في توضيح كامل انه داخل فيرست نيشن معينه مثل ما بتعطوهم حقوق اخرى انه يكون لهم القانون، يعني القانون الخاص فيهم مثل الدين او الكلتشر او اللغه، انه يكون لهم القانون اللي بيقدروا ينظموه، لانه هي سيستم نظام كامل، ما فيك تقول لهم انه والله انتم بتاخذوا نص هذا القانون ونحن بنفرض عليكم القانون الاخر، لانه فرض الحكومه الكنديه لهذه القوانين اوصلنا الى ما اوصلنا اليه من موضوع سكشوال هاراسمنت الموجوده، كانت الاطفال اللي ماتوا بريزيدنشال سكولز، الميسنج ميردر انديجينس وومن، والمشاكل ما زالت كثيره، وحتى يعني البويلينج ووتر ادفايزوريز انه معظم الناس ما عندها مي تشربه. هل دكتور التشيف له مده معينه زي النائب في البرلمان، ولا هم حسب كل قبيله؟ لا، كل قبيله على هلا الفيرست نيشنز عندهم تجمع كامل، وفي عندهم تشيف او رئيس للتشيفز كل سوال الاسامبلي اوف فيرست نيشنز، اللي انضوا تحت الاسامبلي اوف فيرست نيشنز هم مجموعه كبيره، وباري بلغريد فور انستنس هو شخص اللي هلا هو رئيس الجروب، فكانت الحكومه الكنديه انها تتعاطى مع الفيرست نيشنز عبر هذا الشخص، وحتى في من خلال النافتا نيجوشيشنز مع جماعات ترامب كانت الحكومه الكنديه جابت مجموعه من 14 شخصيه، كان فيهم ناس من الحزب المحافظين مثل رونا امبروز اللي كانت سابقا زعيمه لحزب المحافظين، جيمس مور اللي كان وزير الصناعه ومن حزب المحافظين، كان في ناس من حزب الـ NDP مثل براين توب اللي كان رئيس حزب الـ NDP، هو حسن يوسف اللي هو رئيس الكنديان ليبر كونغرس، وفي ناس من الليبرالز، وكان في ناس من اللي هم دبلوماسيين مثل أنا سركار اللي هو قنصل جنرال بسان فرانسيسكو، وكان في كرسي للفيرست نيشنز أعطوه على باري بلغريد ليكون واحد من ال 14 شخصية اللي فاوضوا بالنسبة للنافتا أو الاتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأمريكا والمكسيك. حاليا اسمها USMCA. USMCA. أنا بس حابب أضيف شغلة صغيرة، أنا ما بعرف كتير بالقانون، يعني ما بفتيش كتير، بس اللي بعرفه الكريمينال لو لأني قرأت فيه لأنه كان في مجال شغلي. الكريمينال لو في كندا ما 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 بيعمل أي فرق بين بين أي مواطن سواء كان في الهاي، بس هناك بس اللي سمعت فيه إنه هناك مطالبات فصل على الأقل، بما معنى إنه اللي بيحصل بالريزيرف بيحصل بالريزيرف تحت القوانين، بس إذا بيطلع برا الريزيرف ممكن يصير تابع للقانون. أنا بس حابب أشير لشغلة إنه مثلاً عنا في الأردن مثلاً الناس تعرف إنه في عنا قانون الدولة وفي القانون العشائري وممزوجين في بعض، يعني مثلا إذا واحد بيقتل واحد هيتعرض للقانون المدني، بس أول شيء بيعملوا اللي بنسميه العطوة العشائرية أو الجاهة العشائرية whatever، وموجود نفسه بالسعودية وبدول الخليج برضو لأن عشت في الخليج. فأعتقد إنه كندا المفروض تتعلم من الدول اللي فيها قوانين عشائرية سواء في العالم العربي أو في غيره. في نيوزيلندا في برضو صارت في كتير مبادرات لتطوير قوانين تتماشى، خصوصا مؤخرا ما تتماشى مع قوانين العشائر. يعني بالآخر سمعت قبل فترة إنه سمحوا، كانوا مش مسموح
للإنديجينس في أستراليا في نيوزيلندا أنهم يدخلوا بزيهم بغير الجراف الرسمية أو الكرافات الرسمية، الكرافات تبعتهم كانوا ممنوع يدخلوا فيها، ففي واحد نائب منهم دخل وتحدى وصار في قانون يسمح لهم يجي. يعني عم بيحاولوا دول تانية إنهم يسووا، إحنا بس ما بعرف، إحنا شوي بطيئين كتير في موضوع القوانين بالذات مع أنا عندي اقتراح، يعني إحنا اليوم we're missing the expert، يعني المحامي معنا الأستاذ حسن غي غاب عنا اليوم، بلكي الأسبوع القادم لما بنفتتح الموضوع هذا نحكي شوي عن القانون، لأنه هو موسوعة بالنسبة لهذا القانون. نعم، هخليها أيضا للأسبوع القادم نتكلم عنه. في سؤال من مورلي بيحكي، هل تعتقد أن السكان الأصليين مسالمين، وهل تنصحون بعمل علاقات معهم؟ يعني السكان الأصليين هو بس مفصول بسميس. يعني معلوماتي وعلاقاتي الكثيرة معهم بتقول لك هني من أكثر الناس سلمية، واللي بيصادقوه بيحبوه، يعني نفس علاقات البدو مع الناس، بتكون علاقة وثيقة فيهم جدا جدا جدا، يعني نجهل الكثير عنهم وما تخاف منه. أنا لدي الأصدقاء الكثر منهم، وهم يعني أفضل منا بكثير. أنا حكي شغلة صغيرة بس برضو في الموضوع، إنه السكان الأصليين زيهم، إذا نظرنا تاريخيا للبشر، زيهم زي بشر اللي كانوا عايشين قبل 12 ألف سنة أو 20 ألف سنة، قليل الصراعات اللي عندهم، لأنه في شغلتين مهمات، ما عندهم organized religion اللي يتخانقوا على ديانة معينة أو معتقد معين. يعني أغلبية الحروب اللي سمعنا عنها تاريخيا هي حروب دينية، مش دينية بدي أقول، يعني لبسوها قناع الدين عشان يعملوا الحرب، زي الحروب الصليبية و إلى آخره. فمعشان ما في معتقد، هاي طبعا تحليلات تاريخية مش من عندي، إنه لأنه ما في معتقد يتخانقوا عليه، وما في عندهم ملكية، زي ما قلت لك ما بيأمنوا بملكية الأرض. البشر بتخانقوا على معتقد ديني وعلى مطامع في الأرض ومطامع في الهاي، لأنه ما عندهم مطامع في الأرض، ما بيعتبروا إنه الأرض بيملكوها، الأرض هي اللي بتملكهم، فما في عندهم مشاكل أساسا للصراعات أو للحروب، فهم مسالمين جدا جدا جدا، يعني أكثر مما تتخيلوا. زي ما قال الدكتور نور اللي بصاحب، أنا قالها في إلي صديق تعرفت عليه من فترة قريبة من الميتيس، بنحكي معه ونتكلم قبل لحاله، صار ما بقوليش غير brother، يعني يا أخ، يعني مع إنه هو عايش في مش عارف كنه ببريتش كولومبيا ولا مانيتوبا، يعني بعيد كتير عني وما تلاقيناش غير عن طريق الإنترنت، بس لما حكينا قلت له قديش أنا مهتم بثقافة الهاي وكذا، وقلت له إحنا جايين من ظروف مشابهة، فصار على طول هو يقول لي we are brothers وكذا. فطيبين، أنا اللي شفته منهم إنهم طيبين جدا، واللي بيعاملهم كويس واللي بتفهم اللي بتفهم طبعهم، هم بالآخر بني آدمين زينا، أي بني آدم في الدنيا. دعوة من الجميع، من الدكتور نور ومني ومن الدكتور هشام، تتواصلوا مع ولو واحد تعرف عليهم عنكم. في سؤال من هيفا، هل تعتقد أن السلطات الكندية بضل عندهم خوف من أن الجيل الجديد يستخدم التواصل الاجتماعي الجديد، جيل جديد أصدق من السكان الأصليين مثل الفيسبوك وغيره، وإنهم يقدروا ينتفضوا من الضغط النفسي ويستخدموه كسلاح بارد ويأخذوا حقهم فيه؟ يعني اليوم معظم السكان الأصليين عم بيطالبوا بحقوق بسيطة جدا. أولا بدوا المحافظة على الطبيعة، يعني مهم، يعني اليوم على المستوى الإنساني أي شيء قانوني مهم جدا، بس الأهم منه هو السوشيال كونتراكت، أو يعني أنا إذا بدي، إذا الدولة الكندية فيها تعمل بايبلاين أو أنبوب نفط قانونيا، لازم أهم شيء تشوف مين المتضررين منه، وإذا السكان الأصليين بيقولوا لك إحنا متضررين منه ما لازم تقوم بهذا الشيء. هذه أبسط الحقوق اللي بيطالبوا فيها، بيطالبوا أنه يكون عندهم مي نظيفي. طيب المي عم نلوث لهم إياها، وعم بيكون عندهم boiled water advisory، هني بالنسبة لهم عندهم irrigation system خاص بالنسبة لتكرير المياه طبيعيا، فهذا لما تتلوث هذه
الامور بيوصلوا للمشاكل اللي هن فيها. اليوم عندنا بحال لحد الان 54 First Nation بعد في عندهم boiled water advisory انه ما بيهم يشربوا الماء من دون ما يغلوها لانه ملوثي. بس للعلم عفوا دكتور المقاطعة انه كندا اكثر دولة في العالم فيها فريش ووتر يعني 20% من كل العالم من الجلوبال ووتر ريزيرف مش عارف كيف احكي بالعربي 20% منه خمس الكرة الارضية في بلد واحدة فقط يعني نحن اغنياء في المي لكن المي ملوثي في بعض الاحيان. كان عندنا هذه المشكله وين ما كان يعني بالاوتاوا ريفر كان في مشاكل الحكومه الاونتاريا تبرعت 65 مليون دولار لتنظيم الاوتاوا ريفر وبرضه بنجيبه بيتكرر بمؤسسات لحتى يوصل تاب ووتر بيقولوا لك ممكن ينشرب ممكن لا. فالسكان الاصليين مطالبهم هي مطالب محققه بسيطه جدا. هم ابناء الطبيعه بدهم المحافظه على الطبيعه وبدهم انه يكون عندهم احترام لهذه التقاليد. وضع السكان الاصليين افضل بكثير لانه هنالك صار اقليات كثيره في البلد ومعظم الاقليات تطالب بحقوقها. فاصبحت مطالب حقوق السكان الاصليين هي احد هذه المطالب الموجوده في البلد. يعني هنالك ناس بتطالب بحريه ممارسه شعائر دينيه كالنسيخ او المسلمين او من اي دين ثاني. عندك هنالك ناس بيطالبوا بحريه جنسيه مثل LGBTQ. عندك ناس هنالك بيطالبوا بحريه خاصه بالنسبه للانفايرمنت. عندك يونيونز. اصبحت مطالب السكان الاصليين هي مثل المطالب الاثنيه الاخرى او المطالب المولوده في على الساحه الكنديه من قبل الاقليات. علما انه يعني الانديجينس بيبول او السكان الاصليين هم يعتبروا من الاقليات القليله جدا. من اليوم بيقولوا لك انه في عندك فيزيبل ماينوريتيز وابوريجينال لحتى يفرقوا بيناتهم. بس هذه المجموعات اصبحت كثيره جدا. يعني باخر سنسس الفيزيبل ماينوريتيز خطوا 20%. يعني صاروا ما عادوا ماينوريتي صاروا فيزيبل ماجوريتي في البلد. عم بيصيروا اكثريه وعم بيطالبوا بحقوق كثيره يوما بعد يوم. متوقع مع هذه الايام انه مطالب الابوريجينز المحققه تتقدم مع تقدم مطالب هذه الاثنيات. انا ممكن تفضل دكتور. ثلاث شغلات سريعه. اول شيء تعليق على قاله الدكتور نور انه احنا اغنياء بالمي، اغنياء حتى بالموارد الطبيعيه، بس يمكن فقراء في تعاطفنا مع الاقليات، فقراء بتعاطفنا بالذات مع السكان الاصليين، فلازم هذا الشيء نعمل عليه. ثانيا حكي بالنسبه للي قالت الاخت، لانها قالت عن موضوع السوشيال ميديا، هو فعليا في كتير هلا على السوشيال ميديا، يعني بتشوف التيك توك، اللي بيشوف الانستغرام وكذا، في كتير، مش حسميها حرب بارده، حسميها حمله توعيه كبيره من السكان الاصليين لتعريف الناس بمين هم، بعاداتهم بتقاليدهم، وهذا الشيء انا بعتبره كتير كويس. بعدين في شيء ذكروا الموضوع، انا يعني ذكرني في شغله الدكتور نور قال بالنسبه للاقليات ومن ضمنها LGBTQ، في شغله من العادات اللي عند ال 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 الانديجينس انه ما عندهم رفض للمثلية الجنسية او للLGBTQ، بسموهم انا حسب ما سمعت برطرف سموهم التو سبيريتد بيبل، اللي عندهم روحين، روح المؤنث والروح المذكر، عكس الاديان الثانية اللي بترفض او ما عندهم انه هذا انخلق هيك طبيعته، وهذا بسموه التو سبيريتد. فهي واحدة من الاشياء اللي حبيت لانه ذكرني فيها الدكتور نور انه هاي من الاشياء اللي في معتقداتهم وفي تقاليدهم. ف صرت تزيد على الموضوع LGBTQ2S+. بعرف انه كثير صاروا بس انا كل مره بحطوا له شيء، بس انا حبيت احكي هم بالنسبه لهم ما موجوده عندهم هاي الشيء الطويل. هم اي واحد عنده شعور المثليه او حتى الخنس، يعني اللي هي الحاله زادوا عليها 2S+. انا عارف، بس بقولك حتى حالات اللي هي بتيجي مش بالنفسيه، بالوراثه او اللي هي الاخطاء اللي هاي ما بيعتبروها خطا لازم تصليحه، حتى بقول لك هو مخلوق هيك طبيعته،
تو سبيريتد، فما بيتدخلوا في طبيعه البني ادم. فهذا بس حبيت اضيفه انه برضه من الاشياء اللي عرفت عنهم في تعاملي معهم. في سؤال مهم من جاد بيحكي كيف ممكن حل الخلافات والمناسبات مشاكل بين السكان الاصليين والحكومه الكنديه بشكل عام. طبعا هذا سؤال يمكن بده حلقات، ولكن اذا الدكتور اعطينا بعض باختصار يعني موضوع الريكونسيليشن اللي انطرح مع الحكومه الكنديه هو جزء لحل الكثير من الخلافات. السكان الاصليين بيعتبروا انه الانديان اكت اللي هو كانت تفرض عليهم الحكومه الفيدراليه في شوائب كثيره، عبر 100 سنه صار في تعديلات كثيره عليه. حتى مع هذه التعديلات اليوم الكثير من السكان الاصليين بدهم يرفضوا الانديان اكت بشكل عام، وانه الريكونسيليشن تعطي وضوح اكثر بقنوات العمل والقوانين اللي بتحكم العمل بين السكان الاصليين والحكومه. السكان الاصليين بيعتبروا انه هن اندبندنت نيشنز، مثل ما الكيبكيين عندما طالبوا بالاستقلال طالبوا انه هن يعتبروا كنيشن، وستيفن هاربر كرئيس وزراء ومن بعده جاستن ترود وقالوا كيبك از ا نيشن، كان امي مستقله، كان بلد مستقل يعني بثقافته بحضارته بلغته بما الى ذلك. السكان الاصليين عندهم هذا الاعتبار، وانه كل مواضيع الريكونسيليشن اللي انطرحت مع الحكومه الكنديه كانت تطلب انه يعاملوا على هذا الاساس. فحل الخلاف سيكون بتجديد القوانين، واللي هي نحن عم نشوفها دائما بتجدد في كندا في امور كثيره، ولكن عم تمشي ببطء كثير بالنسبه للسكان الاصليين. واضح. سؤال انا بس احكي شويه بس سريعا، انه هذا السؤال ممكن جاوب عليه على فقرات في الحلقه القادمه، لانه نحكي على المشاكل وممكن نقترح حلول لكل شغله. بس انا حقول شغله سريعه، انه الشيء بيجي بيبي ستيبس زي ما بقولوا شوي شوي. انا من الناس اللي بعتبر انه المقدمات اللي دائما بتنحط في اي ايفنت عن انه هاي الارض للقبيله الفلانيه وللكذا وحسب التريتي، في ناس بتتضايق بتقعد تقول لك كل مره بدنا نسمع الحكي. انا بقول لهم انا اعتقد انه هذا ضروري، لانه التكرار دائما بيزرع في النفسية مش بس في احنا، بيزرع برضه في نفسيات الاجيال الجديده انه هالارض اللي نحن عليها زي ما بقولوا اذا ستولن لاند، ارض انسرقت من اهاليها، ولازم احنا لازم الاجيال هاي الجايه برضه تفهم هذا الاشي وتقدر اهميه الريكونسيليشن، ويمكن الاجيال الجايه تكون اسرع في تصليحها، لانها اذا بنكرر عليها انه هذا الشيء اللي صار هتفهم اكثر، تتعاطف اكثر مع اللي صار معاهم، ويصير الاصلاح ان شاء الله. يعني حتى لو كان بطيء، يعني انا ما بحبش البطء، فلو كان الاصلاح بطيء لازم يبلش من مرحله. يعني في سؤال خاصة من الناس اللي يمكن ما حكوا قبل هيك مع الانديجينس وخاصة القادمين الجدد، بيسألوا سؤال يا أخي بقول لك هل فعلا الانديجينس بيبول بدهم يطرونا كنا من كندا ونروح بلادنا، وهل هذا هو الهدف تبعهم أم لا مش هذا الهدف؟ مثل ما أشار الدكتور حسام بالأول أنه هني ما عندهم الملكية للأرض، فانه يعني اكثر ناس ويلكمينج لناس نتج. مشكله السكان الاصليين مع هذا مع الغازين اللي كانوا بريطانيين او برتغاليين او فرنسيين او اسبان، انه اجوا قتلوهم بحملات دينيه اولا، ومن ثم يعني حاولوا انه يحضروهم يحولوهم من قبائل بدو الى حضر، فحاولوا يسلخوهم من عاداتهم ومن تقاليدهم وبالقوة. أما كل إنسان بيعاملهم باحترام فهم بيعاملوه باحترام، وهم أكثر الناس يعني تشريفا وعزومة على يعني بيحبوا كل الناس تيجي تعيش معهم بسلام. نعم. في سؤالنا الأخير حيكون في الحلقة يمكن عن عملية الدفن، هل بيحرقوا الموتى ولا بدفنوهم دفن؟ في حد عنده علم؟ أنا عندي شوية معلومات إنه بيحرقوهم حرق. أنا اللي بعرفه إنه حسب القبيلة وحسب المكان،
يعني في عندهم في قبائل عندهم باريل وعندهم تراديشنز للدفن وكيف بدفنوا وكيف غيره. في قبائل بتتبع الطريقتين، في قبائل بتحرق، فهذا بيتبع للقبيلة نفسها، بس ما في إشي طريقة واحدة. حتى الباريل تراديشنز مش نفسه عند كل القبائل، ولا الكريميشن أو الحرق نفس التقاليد عند كل القبائل. هذا علمي يعني. شبهها في المجتمع يمكن العربي، كل دولة عربية لها طقوسها، بغض النظر أنه كنا مدفن، بس برضو في طقوس مختلفة في كل دولة. وبس عشان أجاوب الشغلة البعدية، لأنها بتقول الأرواح تتناسخ، هم بيعتبروا أنه الأرواح بتنتقل من طبيعة لأخرى، يعني بشكل ما يشبه التناسخ، يعني أنه الواحد ما بيموت بس الطبيعة بتاخده بترجعه زي ما بدها. فيعني هاي بالنسبة لهم، أنا هذا اللي بعرفه أغلبيتهم، لأنه ما بيعتبروا أنه في إشي بموت في الطبيعة، أنه كل إشي باخد دوره، حتى النباتات والحيوانات كله باخد دوره بوقت معين، وبترجع الطبيعة بتعمل له زي ريسايكلينج، أو بترجعه بشكل أو بتستخدمه. أنا بالنسبة لهم الطبيعة هي اللي بتتحكم في الحياة وفي بعد الحياة. فأنا أنا مربوطة في الموت، حبيت بس أقول إنه معتقداتهم في الموت والحياة بتختلف شوية عن التراديشنز اللي إحنا بنفكر فيها، أو طريقة التناسخ اللي للعالم فهمتها من أشياء. التناسخ كان موجود يمكن أكثر شيء عند الهنود وعند قبائل، عند الناس اللي في الشرق تشبهها، بس فيها شوية اختلافات ما بين الانديجينس والهاي. دكتور أحمد طبعا عاش معهم فترة طويلة، فبقولنا إنه بالنسبة للكري والإنويت بدفنوا دفن، هو عاش في إقلويت، إذا لفظي صح إقلويت I think. إقلويت. إقلويت يا. وبحكي إنه أرواح عادة تذهب إلى الطيور وتبقى تراقبهم. أنا أعتقد إنه هذا مش عند الكل، لأن أنا سألت ناس، كل ناس كان جوابهم مختلف، فهي بتعتمد على 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 مين ومين معتقد ومين أي قبيلة. يمكن هذه قبيلة اللي عاش عندها الدكتور أحمد، أو عاش عند الإنويت. أيوة، يمكن هدول عندهم هيك ما هم الشات يذبحوها بعد موتها. لا بس هم ما الشغلينهم ما بيعتقدوا إنه الروح بتموت وخلص، ما بتروح يعني زي هذا، ترجع بشكل من الأشكال. فكيف بترجع هذا بيختلف من قبيلة للتانية، زي ما عشان قلت لك مش تناسخ زي ما بيفهموا إنه لازم يرجع بشكل معين. هذه يمكن نقاط لي على دكتور أحمد مهمة جدا، وهي الواضحة. بقول لك يعني عند كل قبيلة في معتقد مختلف، بس بشكل عام ما في قبيلة، أو ما أعتقدش إنه حتى في أي ديانة أو معتقد بيعتقد بموت الروح، لأنه يعني كل المعتقدات القديمة تعتقد إن الروح بترجع بس بشكل تاني يعني. فهن ما بيختلفوا عننا في هذا الموضوع. حلقة رائعة. أنا بدي أشكر المشاهدين اللي كانوا معنا متفاعلين جدا كعادتهم. وجدنا أن هاي السلسلة من تكلم فيها عن السكان الأصليين في تفاعل كبير، في ناس كبير بدها تعرف أكثر عن السكان الأصليين، وهذا شيء جيد أنه اخترنا موضوع قريب علينا جميعا، بما أنه إحنا عايشين في نورث أمريكا وبنشوف هذول السكان الأصليين تقريبا في مجتمعاتنا. أنا بدي أشكر الدكتور نور اليوم كان معنا، والدكتور هشام. بنبعث سلامنا طبعا للأستاذ حسن اللي اليوم للأسف في ظرف خاص مش موجود معنا. بعرف دكتور نور إذا عندك أي شيء تحب تنهي فيه، ودكتور هشام إذا عندك أي شيء تفضل. لا يعني بس تذكير لجميع المشاهدين إنه هذه الحلقات كثير مهمة، واتباعها بتسلسل مهم جدا. يعني اللي بلشوا اليوم يحضروا الحلقات السابقة بيكون بيغنوا حالهم أكثر بهذه المعلومات. نحن هذه معلومات يعني جمعناها على مدار سنين، 20 سنة بالبلد وانخراط في المعافة، فمش بحاجة كل واحد منا يتعلمها بالطريقة الصعبة. فبنحاول نلقي لكم إياها بسلاسة وبحديث صالون يعني، فممكن تكون طريقة أخرى للاندماج داخل المجتمع الكندي والتعرف أكثر على كل الأمور السياسية والاجتماعية في آنه. شكرا دكتور هشام. أنا بس حابب أشكر الناس لأنه تفاعلهم كتير، يعني خصوصا حلقات السكان الأصليين هاي،
ولازم اذكركم في اخر فريز بنحكي في كل حلقه، مدامكم حبيتوا الحلقه شو بتعملوا معاي دكتور جمال؟ لايك تلايكوا، شير تشيروا، سبسكرايب تعملوا، وتضربوا على الجرس، تدوسوا على الجرس عشان ضلكم تجيكم كل الحلقات اللي بنحكي عنها، كل مواضيعنا اللي بنحكي عنها متعلقه في مواضيع مهمه يعني للجميع خصوصا في كندا. فاعملوا كل اللي حكينا كل ما ذكر في الاعلى. نقولكم تصبحوا على خير، نراكم في حلقه قادمه قريبا، راح يكون لنا تكمله لهي السلسله ان شاء الله الاسبوع القادم واللي بعده. حنشوف قديش حتمد لانه المواضيع جدا مهمه، ولكن كلها مواضيع حساسه ولازم نعرفها لانها جزء من التاريخ والتالي الحاضر والمستقبل. نراكم في حلقه قادمه، تصبحون على الف خير.